Hello, grade 6. This is Unit 5, part 2. This is grammar time. Today we are going to talk about WH word, how often. How often it talks about, بتتكلم عن how many times you do something. عدد المرات اللي أنا بعمل فيها الحاجة دي. Okay, and we are going to talk in present. عرفت منين يا مس اللي انا بتكلم في البريزنت؟ قلت لك قبل كده من الفعل المساعد سواء do او does بعرف ان انا بتكلم في البريزنت سيمبل do او does. طيب امتى يا مس كنت هتكلم في الباست؟ لو الفعل المساعد بتاعي كان did، فمن الفعل المساعد بعرف زمن السؤال او الجمله. Again, how often? This is the rule. دي القاعده. How often do؟ طيب يا مس فاكرين احنا قلنا اصحاب do I we you they plural noun اسم جمع plus verb in infinitive plus the rest of the question باقي السؤال. طيب اديني مثال يا مس لما اقول how often do you get a hair cut. معنى السؤال ده ايه يا مس؟ معنى السؤال ده كم عدد المرات اللي انت بتقص شعرك فيها؟ ادي اهو how often do. ليه do؟ لان الفاعل بتاعي you get the verb is infinitive plus the rest of the question. How often do you get a haircut؟ ممكن اقول I get a haircut once a month. دي خدناها في الفوكس تايم اللي هو كان في part 1 في unit 5 part 1 اخذنا الكلمات اللي هي once a month twice for example a week وبعد كده قلت اكمل بقى ب 3 times 4 times 5 times وهكذا. اوكي طيب another example with does. How often does؟ طيب اصحاب does يا مس ايه؟ he she it singular noun اسم مفرد plus verb in infinitive plus the rest of the question باقي السؤال. اديني مثال يا مس لما اقول how often does she مثلا cut the vegetables مثلا يعني هجاوب واقول ايه بقى she cuts. ليه قلت cuts؟ عشان الفعل بتاعي she. طب ليه في السؤال ما قلتش cuts مع ان الفعل she؟ لان عندي does. لو عندي does الفعل برضو في المصدر سواء كان الفعل المساعد do سواء كان الفعل المساعد does الفعل الاساسي في المصدر، لكن في الاجابه خلاص does مش بقت موجوده فبحط s للverb. She cuts the vegetables. هقول مثلا twice a day مثلا مرتين في اليوم. اوكي تمام هناخد برضو حاجه كنا خدناها في اخر بارت 1 في يونت 5 اسمها adverbial phrases of frequency اللي هي زي ايه يا مس؟ once اقول مثلا once a ولازم اقول a once a day once a week once a month. طيب once يعني كم مره؟ One. طيب twice. Twice يعني كم مرة؟ Two. Twice. هقول ايه مس؟ Twice a day. ولازم اقول ايه؟ Twice a week. مرتين في الاسبوع. اوكي؟ Three times. هقول مثلا three times a day. Four times a مثلا year. فانا هنا بختار الوقت اللي انا اكتبه. طيب once, twice, three times, four times. دي كلها اسمها ايه؟ adverbial phrases of frequency. اوكي هاخد امثله. How often do you read a newspaper؟ I ادي يو يا مس اهي نزلت I read. انا قلت قبل كده في present simple احفظ او راجع السونج دي معايا مع I او we او you او they مش بحط حاجه للفعل. اوكي I read a newspaper. هنا بقى انا بحدد يبقى طالما عندي هاو اوفن كلمه استفهام لازم اجابتي هتكون بتشتمل على الجمله دي.
once a month, twice a week, three times, four. لازم ليه؟ كلمة الاستفهام دي يبقى لازم الإجابة دي أو اللي على يعني نفس الشكل ده. طيب هاخد مثال يا مس بدل. How often does she؟ ليه قلت does عشان الفعل بتاعي she؟ وبرضو افتكر the main verb is in infinitive. الفعل الأساسي في المصدر فوق can read تحت take. How often does she take the underground؟ مترو الأنفاق. طيب خلاص does مشيت يبقى she takes. خدت بالك من الاس؟ she takes the underground twice a day. كمان مرة لو أنا بدأت بكلمة الاستفهام how often لازم الإجابة بتاعتي هتكون once a, twice a, three times a. اوكي؟ طيب now practice time. هنعمل بقى تطبيق على القاعدة اللي احنا خدناها، سواء سؤال فيها how often بجاوب عليه ازاي. How often، مديني مثال، how often do you visit a museum؟ I visit a museum four times a year. اوكي؟ مديني بقى صورة وهعمل على الصورة دي سؤال وإجابة. You get a haircut؟ الإجابة هيكون فيها twice a month. طيب هعمل أنا إيه بقى؟ هستخدم، أنا لقيت twice a month، أول ما لقيت الكلمة دي سواء once أو twice أو three times هعرف على طول إيه كلمة الاستفهام اللي هشتغل بيها؟ how often. طيب how often do ولا does؟ الفاعل you، يبقى أنا هختار do ولا does؟ do. how often do you؟ طيب الفعل الأساسي في المصدر. how often do you get a haircut؟ question mark. هاجي أجاوب مش عايز كلمة الاستفهام، do أو does مش بيساعدوني في الإجابة، هتنزل you تبقى I لأني بكلم واحد بس. لو كانت جمع كانت هتنزل، أو لو كان المقصود بيها جمع هتنزل we، لكن المقصود بيها مفرد هتنزل I. I get، the verb is in infinitive. I get a haircut twice a week. كم مرة في الأسبوع؟ مرتين. Okay. Number two، she take medicine three times a day. هعمل سؤال، لقيت three times كده على طول هعرف ان انا هعمل سؤال بيبتدي بكلمة الاستفهام how often. How often does she take the medicine؟ اوكي؟ ليه قلت does؟ لان الفاعل بتاعي she، فانا يمس بحدد الفعل المساعد على حسب الفاعل بتاعي. And also the main verb is in infinitive. الفعل الاساسي بتاعي في المصدر سواء كان الفاعل do أو does أو حتى did. How often does she take the medicine؟ She takes. دي جملة يا مس مع he و she و it وأي اسم مفرد بحط is. تمام؟ لكن السؤال صحيح عندي she بس عندي does، فما ينفعش أحط للفعل الأساسي is، لكن في الإجابة أحط. She takes medicine كم مرة؟ three times a week. ثلاث مرات في الأسبوع. Three times a week. Okay. I'll give you the rest of the picture as homework. You will answer it or these pictures by yourself. I'll help you in picture number three. I'll just help you. عندي هي، يبقى أنا هستخدم does وهجاوب once a day. يبقى أنا هبتدي بكلمة استفهام إيه؟ طالما لقيت once a day يبقى كلمة الاستفهام بتاعتي على طول معروفة how often. طيب عندي does ليه؟ عشان الفعل بتاعي he. How often does he، وكمل بالفعل الأساسي does he feed the birds. هجاوب أقول he feeds. ليه يا مس؟ لأن أنا الفعل بتاعي he وما عنديش does، يبقى هجاوب وحط S للفعل. He feeds the birds once a day. أوكي؟ هجاوب بقى بقية الأسئلة بنفس الشكل ده، بشوف الفعل المساعد، بشوف الفعل الأساسي، وبختار كلمة الاستفهام. تمام؟ okay. Reading time. Listen and read along. Okay. Read with me please. Dear Sarah. عزيزتي سارة. Dear Sarah. I'm 13 years old. أنا عندي 13 سنة. And I have a big problem. عندي مشكلة كبيرة. إيه هي؟ My little brother is a pest. يعني ايه pest؟ يعني مشاغب، بيضايقني، مضايق، بيضايقني. He follows me. ماشي وراي في كل حتة، يتبعني. He follows me all the time and always bothers، يعني يضايق. Bothers.
bother. عارفين brother؟ شيل ال R bother. He always bothers me and my friends. مش أنا لوحدي وصحابي كمان. He goes into my room. Goes into. بيدخل my room and takes my things. وبياخد الأشياء بتاعتي. Without asking me. من غير ما يسألني. My mom tells me. ماما قالت لي إيه بقى؟ To be patient. يعني تبقى خليكي صبورة. Patient يعني صبور. Because لأن I am older. أنا الكبيرة. أنا الأكبر. It's not fair. ده مش عدل. It's not fair. What can I do? أعمل إيه? Going crazy. يعني هتجنن خلاص. Dear crazy, your little brother loves you very much. أخوك الصغير بيحبك جدا. And wants your attention. Attention يعني انتباه. هو عايز إيه من اللي هو بيعمله معاك ده? هو عايز يحصل على الانتباه بتاعك. Spend time with him. إيه العلاج بقى? تعملي إيه عشان تتخلصي منه بيضايقك إنه بياخد حاجاتك? Spend time with him. اقضي وقت معاه. Tell him he can use your things. قولي له إن هو يقدر يستخدم. Use يعني يستخدم. Use your things. الأشياء بتاعتك. But he has to ask first. Has to يعني يجب. Has to أو have to بس عشان الفعل بتاعي هي. فأنا قلت has to. He has to. لازم يجب عليه. To ask first. لازم يسأل الأول أو يطلب الأول. Help him and find help him find some friends. طيب أساعده في إيه؟ أساعده إن هو يلاقي أصدقاء. And don't forget. ما تنسيش. He will grow up. هيكبر هينمو هينضج. سارة. Okay. New words. Please repeat after me. These are some new words. Repeat. Pest. Pest. يعني يضايق مضايق شخص مضايق دي صفة. It's an adjective. Without بدون without. Patient. Patient. It's also an adjective. يبقى أنا عندي هنا adjective. Adjective. Bother. It's a verb. يضايق. Tell. It's also a verb. Fair. اللي هو عدل. Noun. Okay. طبعا دي preposition. ده حرف جر. Okay. Okay. Now read the question. Write the answer. Number one. What is crazy's brother? Sorry. What is crazy's problem? ايه مشكلة crazy? Hair. Brother. Is a pest. ايه pest دي يعني بيضايقها بيمشي وراها في كل حتة بيضايقها يعني. اوكي. طيب هي طبعا كملت في القطعة وانا ممكن اكمل. اقول مثلا he goes into her room and takes her things without asking her. هو بيدخل اوضتها وبياخد حاجاتها من غير ما تقول. Who does crazy's brother bother? بيضايق مين? He bothers her and also her friends. بدايها هي واصحابها. اوكي. نمبر 3. Who tells the crazy to be patient? مين اللي قال لكريزي ان هي تكون صبوره? Her mother. اوكي. What does crazy's brother want? He wants her attention. هي قالت لها كده في الاجابه على السؤال بتاعها. Her attention. هو عايز الانتباه بتاعها. اوكي. اوكي. Your time. Listen and answer the question. Okay. You will write the answer only. How often do you read a newspaper? Number one. Once a day. Okay. Number two. How often do you get a haircut? Twice a month. Number three. How often do you visit a museum? Maybe once a year. Okay. Number four. How often do you feed the birds? Twice a day. Okay. Ask your classmates. Write their names and circle yes or no. For example, do you
take medicine once a day? You will answer. Number one, take medicine once a day. I will ask مثلا سهى. سهى, do you take medicine once a day? Yes. Number two, I will ask سالي. سالي, do you read a newspaper once a week? No. Number three, I will ask حبيبة. حبيبة, do you get a haircut once a month? Yes. Okay? Okay. I will ask, for example, Rami. Rami, do you take medicine once a day? Yes. I will ask Heba. Heba, do you read a newspaper once a week? No. I will ask Rani. Rani, do you get a haircut once a month? Yes. Okay. Review, read and write the answer. Do you ever visit a museum? Yes. I do. Do you like feeding the birds? Yes. I do. How often do you give a speech? بدأت السؤال بهاو often, يبقى لازم هستخدم كلمة من الكلمات اللي أنا قلت عليها. أقول مثلا I give a speech once a week. ليه يا مس استخدمتي once a week وممكن أقول twice, ممكن أقول three times؟ لان انا بدات بكلمه الاستفهام هاو اوفن اللي انا بسال بيها عن عدد المرات. Is there an underground in your time? Underground اللي هو مترو الانفاق. هقول ايه يا مس؟ هقول yes there is. Okay, now we have finished unit 5 part 2. I hope you enjoyed it. See you in revision. I will make a video revision on all the units. So wait for the revision. استنوا فيديوهات المراجعه.